تهتف من جديد في مدرجات الوداد. إنه من الدربيات المغاربية بين حاملي الأحمر المغربي والتونسي، محاولات محتشمة، وأحيانا يكون الحارس سامي نقري حاجزا له. الهدف الأول للنادي الإفريقي جاء بنفس الطريقة عن جانب الوداد، لكن اللقطة تساعدنا في أكثر الحالات كانت هذه أيضا تدخلات منحت الفرصة من جديد للنادي الإفريقي يتردد في استغلال